هذه الملاحظة الجديرة بالاهتمام. وكما تعلمون أن مجلس النواب سلطة تشريعية وشرع فيها القانون، وإحنا أقسمنا على أن نحترم الدستور والقانون، لذلك التسريب وعدم الحضور الجلسات بعد الاستراحة هذه سبب إشكالية كثيرة، مما يترتب عليه تأخير المواضيع. وإحنا هذا الوقت وقت الوطن، وقت المواطن، لابد نحن نحرص عليه. وسامحوني يا جماعة الخير أن راح تطبق اللائحة على كل المتسربين، واللي ما يحضر راح تطبق من غير أي زعل، راح نطبقها بإذن الله. الأمانة العامة مطلوب منها أن ترصد أي نائب متخلف وغير معتذر بشكل رسمي، راح تطبق اللائحة على حسب ما هو موجود، وإن شاء الله بإذن الله ماشيين في الخير. شكراً.